بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس يوسف الحرام قناة تمس. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة ورائعة مميزة من سلسلة غير تفكير غير حياتك، واللي حنتناول في حلقة هذا اليوم وصفة عملية للنجاح على المستوى الشخصي والمهني. وحنتناول مع حضراتكم 4 استراتيجيات عملية للنجاح على المستوى الشخصي والعملي. لو أتقنت وأبديت الاهتمام لهذه الاستراتيجيات أثناء ترويج نفسك وترويج خدماتك، سوف تلاقي النتائج المذهلة واللي أنت لا تتخيلها على الإطلاق. وهذه الاستراتيجيات أيضا سوف تساعد على تحقيق دخلك اللي أنت بتتمناه، وعلى تحقيق المستقبل المهني اللي أنت أيضا تنشده. عشان هي خليك معنا خلال حلقة هذا اليوم بتركيز كبير، لنتعرف على هذه الاستراتيجيات مع بعضنا، وخلينا لنتناول الاستراتيجية الأولى بعد هذا الفاصل. وخلينا أعزائي المشاهدين نتطرق إلى الاستراتيجية الأولى، وهي التخصص في مجالك. إذن يجب على كل شخص أن يكون لديه مجال يتخصص فيه، يجب على كل شخص أن يكون لديه مجال يبدع فيه ويبرع فيه ويتقنه. إذن اسأل نفسك دوما أسئلة نوعية ومتفحصة ودقيقة. ما هو المجال الذي تود أن تكون عليه في المستقبل؟ ما هو المجال الذي أنت تبدع فيه؟ ما هو المجال الذي تميل أنت إليه وللتخصص فيه في المستقبل؟ ما هو المجال الذي تود أن تؤثر به على الناس في حياتك المستقبلية؟ إذن دائما اسأل نفسك أسئلة نوعية دقيقة تجيب على السؤال ما هو التخصص الذي تفضله وقد تبرع وتتقنه في المستقبل القريب أو البعيد. ودعونا نؤكد أعزائي المشاهدين على حقيقة أن التخصص هو ضرورة لا بد من وجودها في كل شخص، حيث أن العالم يحترم اليوم الشخص المتخصص في مجال محدد. أيضا الناس تميل وتثق ثقة كبيرة في الشخص المتخصص في مجال محدد والذي يبدع فيه والذي يركز فيه. إذن يجب عليك أن تتخصص في مجال معين تبدع فيه وتبرع فيه، لأنك سوف تجد ثقة كبيرة من الناس ومن زبائنك ومن قبل الناس الذين يودون الاستفادة من خدماتك وخبراتك. إذن جرب أن تتخصص، جرب أن تسأل نفسك دائما أسئلة تتفحص فيها المجال الذي تود أن تكون عليه وتتخصص فيه في المستقبل القريب. ودعونا نؤكد أعزائي المشاهدين على ضرورة لا بد من وجودها في كل شخص، وهي التخصص في مجال محدد، حيث أن العالم اليوم يحترم الشخص المتخصص في مجال محدد. وأيضا العالم يميل إلى التخصص في مجال الأعمال أو الخدمات، حيث لا يوجد اليوم شخص يبرع ويبدع في كل شيء، بل هناك شخص واحد يتقن مجال محدد ومعين. إذن عليك أن تتخصص في مجال محدد، عليك أن تبدع في مجال محدد، عليك أن تتقن مجال محدد، حيث ستجد أن الناس تثق بك ثقة كبيرة، لأن الناس يحترمون من يتخصص في مجال محدد ويركز عليه ويبدع ويتقنه، وستجد أن الناس سوف تميل إليك للاستفادة من خبراتك ومن خدماتك في هذا المجال الذي أنت تتخصص فيه. ودعوني أدلكم أعزائي المشاهدين على طريقة أو تقنية تطور بها مجال تخصصك. حاول تخصيص 50% من وقتك في المجال الذي تود أن تتقنه أو في التخصص الذي تود أن تكون عليه في المستقبل. اجعل 50% من تطوير مهاراتك في هذا المجال، اجعل 50% من قراءاتك لهذا المجال، اجعل وقتك ودوراتك والتريننج أو تطوير القدرات بشكل عام في هذا المجال. إذن 50% من وقتك يجب أن يكون لهذا المجال والتخصص فيه، من حيث تراعي التطور الذي تود أن تكون عليه في المستقبل. وخلينا نوضح هذا المثال العملي على التقنية اللي ذكرناها. مثال ذلك، رجل المبيعات عندما يحاول أن يتقن أو يبيع منتج أو سلعة معينة، فإنه يركز على سلعة واحدة أو منتج واحد، أو يركز على منتجين على الأكثر أو كحد أقصى. الشركة أيضا عندما تود أن تنتج خدمة معينة أو منتج معين، فإنها تنتج منتج واحد فقط وتركز عليه في بداياتها، أي تركز على منتج واحد وتبرع وتبدع فيه، ثم بعد ذلك عندما تتوسع في المستقبل ممكن أنه هي تعمل إكستنشن لمنتجات أو خدمات أخرى. يعني باختصار، الأشخاص الناجحين يبرعون ويبدعون ويتفننون في إنفاق أوقاتهم في المجالات اللي هم سوف يتخصصوا بها أو يطوروا من أنفسهم بها في المستقبل البعيد. وخلينا نتناول مع حضراتكم الاستراتيجية الثانية، وهي التمايز. التمايز أو الميزة التنافسية تعتبر العامل الرئيسي لنجاح الكثير من المنظمات والشركات وكذلك الأشخاص على المستوى المهني أو
العملي. وخلينا أعزائي المشاهدين نعرف التميز. ما هو التميز؟ هو ما يميزك عن الآخرين في نفس مجال تخصصك أو خدمتك أو منتجك أو ما تقدمه بشكل مختصر. وخلينا نقول أنه مجال التفوق الخاص بك هو مجال تمايزك. وفي كثير من الأشخاص يعني بينظروا لهذا التمايز ويطلقوا عليه أسماء متعددة، منها طبعا نقطة القوة الخاصة بك، أو نقطة التنافسية أو الميزة التنافسية الخاصة بك، أو اللعبة الخاصة بك، أو العملة النادرة، أو المساحة الخاصة بك اللي ممكن أنت تتحرك فيها وتتميز فيها عن الآخرين. إذا حاول عزيزي المشاهد الإجابة عن السؤال التالي: ما سبب تفوقك في مجالك، في منتجك، في شخصيتك، في شركتك، في خدمتك التي تقدمها؟ إذا حاول الإجابة على هذا السؤال، وخليني يعني أدلكم على طريقة عملية ومهنية ورائعة. أن تضع هذا السؤال أمام عينيك على ورقة أو صفحة بيضاء، ثم تضع 7 إجابات على الأقل، أن تضع 7 إجابات على الأقل لهذا السؤال، ومن ثم تختصر هذه 7 إجابات إلى 3 إجابات، وتدرس الإجابات الثلاثة التي يعني اخترتها بعناية، ثم تختار واحدة منها. اجعل هذه الواحدة هي الميزة التنافسية الخاصة بك، لعبتك المفضلة، العملة النادرة لك، المساحة الخاصة بك. خلينا نستعرض مع بعض أعزائي المشاهدين الاستراتيجية الثالثة، وهي اختيار القطاع. تتركز هذه الاستراتيجية على السؤال التالي أو الإجابة على السؤال التالي: من هم عملائك النموذجيين؟ إذا يجب عليك تقسيم عملائك وفقا لميزتك التنافسية، أو وفقا لمجال التخصص الذي أنت مبدع فيه، أو وفقا لميزتك التنافسية التي أنت تتميز بها، وذلك لكي يستفيد هؤلاء العملاء من الميزة التنافسية التي تتميز بها إلى أقصى درجة ممكنة. وخلينا طبعا نركز على آليات أو تقنيات لنقسم فيها هؤلاء العملاء النموذجيين اللي ممكن يستفيدوا من خدمتك أو من خبرتك الشخصية على المستوى الشخصي. إذن دائما عزيزي المشاهد اطرح الأسئلة التالية: من هم عملائك؟ أين يسكنون؟ أين يقطنون؟ في أي المناطق الجغرافية؟ ما هي أعمارهم؟ ما هي أجناسهم؟ كيف يفكرون؟ ما هي خلفياتهم العلمية والعملية؟ أيضا مستوى دخلهم، بالإضافة إلى العادات والتقاليد الخاصة بهم. إذا عندما أنت تركز على عملائك النموذجيين وتتعرف إلى خصائصهم أكثر، هذا يسمى اختيار القطاع المناسب، وبالتالي هذا ممكن يساعدك في تحقيق أهدافك على المستوى الشخصي أو على المستوى العملي في تحقيق الأهداف الخاصة بالبزنس الخاص بك. واليوم كلنا بنعرف عالم التسويق وميزاته الحديثة وآلياته الجديدة اللي بتركز على فئات معينة، واللي بتركز أيضا على عملاء معينين، ودائما بتقسم السوق إلى سيجمنت، وبتحاول أنه تصغر هذه السيجمنت لكي تركز عليه وتشغل على هذه الفئات وتستفيد منها بأكبر قدر ممكن. إذا حاول تقسيم عملائك النموذجيين إلى سمات وخصائص وأيضا مميزات، وحاول تشتغل عليها أنه أنت تبيعها الخبرة التي لديك بحوزتك أو منتجك أو سلعتك أو ميزات اللي أنت ممكن تقدمها بأي شكل من الأشكال، عشان هيك دائما اهتم باختيار القطاع المناسب، لأنه ممكن يكون سبب نجاح كبير على المستوى الشخصي أو على المستوى المهني أو على مستوى منظمتك أو شركتك الخاصة. دعونا أعزائي المشاهدين نستعرض مع بعض الاستراتيجية الرابعة، وهي كثف طاقاتك أو مبدأ التكثيف، وهي القدرة على تركيز كل جهودك وطاقاتك ومهاراتك وخبراتك في العملاء اللي انت حددتهم مسبقا في الاستراتيجية الثالثة، سواء كانوا زبائن أو جزئية من السوق. حاول انه انت تكثف كل مهاراتك وخبراتك على هؤلاء العملاء وتشتغل لهم كويس، لانه انت ممكن تجني منهم عوائد كبيرة جدا، وممكن يكونوا سبب نجاح لك لو انت ركزت كل جهودك على هذه الفئة من العملاء. إذن يعتبر التركيز أعزائي المشاهدين بعقل غير مشتت أو مشوش من الفرص ذات القيمة الأعلى، واللي ممكن تحقق لك النتائج الأعظم على المستوى الشخصي والمهني، وتحقق لك عوائد كبيرة جدا، وتعود عليك بالنجاح المستقبلي. وخلينا أيضا نتكلم عن أنه مبدأ التركيز هو أحد وأسس النجاح الشخصي. اللي بيحب طبعا يرجع لهذا المبدأ، احنا شرحناه قبل هيك في حلقة الإنتاجية الشخصية حلقة 1 و2. طبعا أنا حضع لكم اللي هو رابط هذه الحلقة في وصف الفيديو وعلى الشاشة، اللي بيرجع لهذه الحلقات يعني حيستفيد منهم بشكل كبير.
أعزائي المشاهدين، هيك أنا بكون وصلت لنهاية حلقتي لهذا اليوم. بتمنى هذه الحلقة تكون نالت إعجابكم إن شاء الله تعالى. طبعا ما تبخلوا علي بالإعجاب واشتراك في هذه القناة ومشاركة هذه الحلقة لغيركم من الناس للمساهمة في نشر هذه القناة وزيادة أعداد المشتركين اللي هي بصراحة يعني لم تتجاوز 500 مشترك. يعني أنا بطالبكم يعني وبلقى عليكم اللي هو الحمل أنه أنتم تشاركوا معي في توصيل هذه القيمة للناس ونشركوا في هذه القناة ليستفيدوا منها بشكل أكبر إن شاء الله تعالى. وبين حديثي بقول الله عز وجل: ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وإليك المصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.